ازيكم عاملين ايه؟ النهارده طبعا بمناسبه دخول الصيف، احنا دلوقتي في الربيع وكل دلوقتي بيطلع هدوم الصيف بتاعته يبتدي يلبس ويغير، والصيف داخل علينا بالواناته وصناديله والحاجات دي كلها، فلازم رجلينا تكون كويسه، لازم نهتم برجلينا اكتر لان رجليكي عنوان جمالك. فاول حاجه والله العظيم والله العظيم بيقولوا الرجاله ما بياخدوش بالهم من التفاصيل، الرجاله بتاخد بالها من الترتوفه، من السنتي لو طالع الاي لاينر بره سن كده، اقول لك في حاجه مختلفه، في اجعين اكبر من عين، والله العظيم بياخدوا بالهم كويس جدا جدا جدا، واسالوني انا. فاللي هقول لك النهارده وصفه مهمه جدا عشان رجليكي تكون شكلها حلو في الصيف، انت لابسه الساندل او لابسه البيبش والحاجات دي كلها، لان الموضه طالعه دلوقتي بنخرج بالبيبش عادي جدا في اي حته. فما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو، وكمان كمان كمان الانستجرام والفيسبوك هتلاقوا اللينك تحت في صندوق الوصف. يلا بينا نبتدي الفيديو، واهم وصفه في العالم يلا. الوصفه هي بقى نشا الذره معلقتين كبار واربع معالق لبن بودره، هقول لكم دي بعدين معناها ايه. اربع معالق لبن بودره ومعلقتين نشا كبار، على تجيبي كده جردل عندك وتحطي فيه، يعني يغطي كعبك، يغطي زي ما بيقولوا ايه، يغطي وش رجلك، يعني رجلك كلها تكون متغطيه، مش لازم لفوق ركبتك، يعني الحته بتاعت بعد كده، بعد ما بيقولوا بعد كعب الرجل تمام. دوبي طبعا كل ده معلقه كبيره كده تحطي رجلك فيها، بتقعي رجلك كده نص ساعه. ليفه صغنونه زي دي بتتباع في كل حته اهي، تعملي بيها رجلك كده من تحت وش رجلك وكل حته، بعد كده تنزليها تاني، بعد كده ترفعي رجلك وتعملي مره تانيه، بعد كده تروحي تغسلي رجلك بميه دافيه بسيطه كده وتنشفيها كويس قوي، تحطي اي كريم عندك، تحطي شراب وتقعدي شويه اتفرجي على رجلك، خطيره خطيره خطيره. واهم حاجه الليفه دي انا ما اقدرش استغنى عنها، كل ما بتبوظ بروح اشتري واحده تاني، فالليفه زي دي صغنونه كده تبقى انت عارفه الليفه دي بتاعت رجلك، عشان مفيش حد يستعملها على وشه او تخليها في اوضتك، الحاجات دي كلها. ما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تتابعوني على انستجرام هتلاقوا اللينك تحت في صندوق الوصف. اقول لكم ايه دلوقتي، باي باي.